الآن. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من خد بالك. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة يعني، وممكن نقول مش ظاهرة لأنها وفقا لآخر إحصائية ثبت أنها يعني بنسبة 98% موجودة في واقعنا العملي، ظاهرة أو البيوع بالتقسيط. هنتكلم عن البيع بالتقسيط والآثار القانونية اللي بتترتب في حالة عدم التزام الطرف المشتري بالسداد، وهنتكلم عن أشكال الضمانات اللي بتأخذ على المشتري، وهل الضمانات بتختلف إذا كان الشيء المبيع منقول أو الشيء المبيع عقار، وإيه هي الإجراءات القانونية اللي بتتخذ في حالة عدم الوفاء بالالتزام بالقسط الشهري أو السنوي وفقا للاتفاق. هنتكلم عن أيضا عن الأمور الشائعة والأخطاء الشائعة، وننصح إيه المشتري في حالة شرائه بالتقسيط إنه يخلي باله من إيه وما يمديش على إيه، وكمان في الجانب الآخر. يعني إحنا مش بنيجي في جانب المشتري فقط، ولكن برضو البائع من حقه يضمن حقوقه، إيه هي الضمانات القانونية اللي وفقا للقانون اللي ما يكونش مغالاة فيها. هنتكلم أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي بداية نرحب بسيادة المستشار عبد العزيز الأشقر المحامي بالنقد والدستورية العليا. برحب بحضرتك فن. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. سيادة المستشار، يعني البيع والشراء بالتقسيط أصبحت ظاهرة، ويعني الكل يعني بيقدم على الأمر ده عند الضرورة عند الحاجة. هل الضمانات بتختلف في حالة إذا كان الشيء المبيع عقار عنه منقول؟ حضرتك احنا تعودنا دايما يكون كلامنا في القانون على مستوى الشخص العادي، تمام، وفي نفس الوقت بنبحث دايما المصادر العملية اكتر من النظرية، تمام، علشان دي اللي بتمثل المواطن العادي، والمجرى العادي للامور بيبقى ممكن تكون يومية في كل بيت او في معظم البيوت اللي يكون في بيع بالتقسيط. حضرتك النهاردة اتكلمت في بداية الحلقة على ان هناك، هل هناك فرق ما بين البيع بالتقسيط في المنقول والعقار؟ طبعا في فرق كبير. المنقول ما بيحتاجش ان يبقى متحرر بيه عقد بيع، بيبقى مباشره من المواطن للتاجر. والمنقول نوضحه برضه يا سياده المستشار، اللي هو مثلا اجهزه كهربائيه، ده منقول. منقولات ممكن تكون المنقولات الاساس في البيت، سياره، اي مكان، اي شيء ما بيبقاش ثابت في مكانه. والعقار، والعقار ده الثابت زي ارض، عماره، شقه، وطبعا الاكثر شيوعا هي الشقق السكنيه. صحيح يا فندم. بتمس كيان كبير طبعا من المجتمع في ظل غلاء الاسعار، وفي ظل طبعا ان المبالغ بتبقى كبيره اللي هي بتدفع كاش، فالقسط بقى متفشي جدا. صحيح. في بيوت كتير جدا. تمام. ايه هي الضمانات يا فندم اللي المعتاد بتؤخذ على المشتري؟ حضرتك هو هنتكلم الاول عن المنقول. بالنسبه للمنقول المعتاد في الضمانات، ان كان زمان في حاجه اسمها شيك او ضمان شيك مكتبي، اللي هو الشيك الخطي ده، كان الخطي وكان ده من مكتبي عشان بيتباع في جميع المكتبات، ما كانش مرتبط ببنك. تمام. فكان اي مكتبه بتبيعه. صحيح. طبعا يعني من اكثر الناس اللي بتشتري بالتقسيط اللي هم بسيط الحال، فبالتالي ما كانش حب عندهم حسابات بنكيه، فبالتالي بقى في الشيكات المكتبيه. لما صدر القانون اللي منع الشيكات المكتبيه، اصبح في استحاله مطلقه في ان يكون هناك شيكات بنكيه لمعظم الناس. صحيح. اللي بتشتري يعني ده لازم يكون عنده رصيد. عنده رصيد، ولو عنده رصيد مش هيحتاج انه يشتري جهاز مثلا زي ثلاجه او غساله او صالون او كذا بالتقسيط. فبالتالي بقى في البديل بتاعه. طب البديل بتاعه هنا ايه؟ بقى ايصال الامان.
فما كانش حتى المحاكم في وقت طويل من وقت ما كان الشيك المكتبي موجود كانت إيصالات الأمانة بتعتبر من الجنح النادرة. صحيح. يعني لو لقينا مثلا 100 جنحة شيك قصادها جنحتين إيصال أمانة. لكن بعد ما اتلغى الشيك المكتبي بقى معظم القضايا في الشيك في إيصال الأمانة. في إيصال الأمانة. ده أول ضمان يا فندم. طب معانا أول تليفون. ونرجع لأول ضمان اللي هو إيصال الأمانة نتكلم فيه تفصيليا وإيه هو اللي بيؤخذ على المشتري وخصوصا إنه في مشاكل كبيرة في إيصال الأمانة. معانا أم ميشيل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم ست المستشار؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. لو سمحت انا كنت كانت والدتي كاتبه لي بعلي بيت انا واخواتي البنات واخواتي الصبيان دول خدوا اتعدوا عليه فرفعت قضيه وكتبتها واخدها بقالي سنه فجيت عشان انفذ الحكم اخويا عمل استشكال استأنف يعني الاستشكال اترفض وبعدين رجع استأنف فيه وبعد كده عمل لي استئناف على القضية فايه الوضع دوت انا مش فاهمة يعني انا خدت حكم وراح انفذ عمل قال الاستشكال تمام هي كانت والدة حضرتك كتبت لكم بيت تمام وخدت حكم اول درجة وبعد كده هم استأنفوا واخدة بقالي سنة الحكم طب في الاستئناف ايه الموقف يا فندم؟ لا لسه ما عرفش حاجه هو لسه ما جتش معايا يعني هو استشكال ولا استئناف يا فندم الاثنين هو عمل الاثنين عمل الاول الاستئناف وبعد كده لما جه الاستشكال راح عمل الاستئناف لدول ده احنا بس يهمنا يعني هو كان عمل الاستئناف الاول وبعدين خسره وبعدين عمل اشكال ولا لا لسه لا لسه ما اتحكمش في ده في الاستئناف اصل المفروض الاستئناف قبل الاشكال مش بعده ما هو هو عمله متاخر حضرتك ناخد خطوه خطوه علشان سياده المستشار يبقى الامر متضح ليه حضرتك كسبتي اول درجه وهو استأنف يعني عدى ميعاد الاستئناف المقرر قانونا فما قدرش يستأنف حضر في اول درجه هو عدى انا اسمع اتفضلي انا اسمع من اتفضلي فن انا اسمع ان الاستئناف بعد الحكم في 40 يوم تمام هم حضروا في القضيه الاولانيه حضرتك ولا ما حضروش لا ما كانوش بيحضروا طيب احنا هنرد على حضرتك شكرا يا فندم شكرا ايه الموقف هنا يا فندم احنا هنوضح للساده المشاهدين المشكله بتاعه ام مشيل ام مشيل لما والدتها كتبت لهم العقار فرفع قضيه فطبعا ممكن يكون اخواتها الصبيان او الذكور ما كانوش طرف في العقد او كانوا رافعين عليهم هم دعوه تسليم على اعتبار ان هم موجودين في العقار فاللي حصل انها لما خدت حكم اول درجه المفروض انها بتعلنهم بالحكم وبعدين يعدي 40 يوم هم يبدو ان هم تكاسلوا في عمل استئناف في الميعاد فهي خدت الصيغه التنفيذيه عشان تنفذ فعملوا اشكال الاشكال الاول في التنفيذ الاشكال يوقف التنفيذ يا فندم بيوقف التنفيذ يا فندم طالما اول اشكال يعني القانون برضو ادى جزاء ان لو الاشكال حتى اتشطب بيعتبر هنا زال الاثر الواقف انفذ انا على طول عشان ما يفضلش واحد يعمل اشكال وبعدين يشطبه وبعدين يجدده ويفضل معلق الايه التنفيذ الخاص باصحاب الحق فبالتالي هي هم عملوا اشكال ويبدو ان هم خسروا طبعا على حد قول ام ميشيل فاللي حصل دلوقتي انها عملوا استئناف بعد الميعاد مساله وقت لا اكثر ولا اقل بس احنا بنطمنها انها هتاخد البيت ومساله الاستئناف دي هيقضى فيه بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وحققها كده مضمون 100% بس معلش هي هتقعد وقت لحد ما ايه في اجراء تعمله يا فندم؟ هو الاجراء اللي هتعمله طالما الاشكال اترفض حضرتك يبقى هنا هي تنفذ مباشره ما فيش اللي يعوقها يعني هي بس اجراءات المفروض هي تتخذها اللي هي تقدم اوراق التنفيذ لاداره التنفيذ المختصه ومشمول بتوكيل بالتنفيذ وهيحددوا لها ميعاد وهتنزل تنفذ وهترفق بيه صوره رسميه من الاشكال اللي الاستئناف ما يوقفش لان الاستئناف اساسا كان بعد الميعاد تمام فهي هتنفذ واحنا بنطمنك يا مشير ومنتظرين تليفونك تطمني يا ام مجد معانا الاستاذ مجدي اتفضل يا فندم استاذ مجدي ايوه اتفضل يا فندم سؤال حضرتك ايوه سؤال لحضرتك سياده المستشار مساء الخير الاول مساء الخير اهلا بيك يا سياده المستشار اهلا بحضرتك عندي سؤال من شقين استاذ مجدي
ممكن توطي التلفزيون ونسمع بعض من التليفون؟ حاضر يا فندم. السؤال من شقين، الاول قانون التوريث للمسيحيين هل صدر ولا اتمل به ولا لسه؟ والسؤال الثاني بقى مترتب على او لا. اتفضل يا فندم، السؤال الثاني. ده لسه ما صدرش قوانين خاصه بتوريث المسيحيين، هو قانون موحد لجميع الايه؟ لجميع اطياف الشعب. الاستفسار الثاني يا استاذ مجدي؟ الاستفسار الثاني اذا كان هذا القانون صدر للتوريث للاقباط وفي مورث توفى وساب اراد توفى من 14، هل هذا القانون اللي صادر النهارده مثلا هينطبق على رغم ان هم ما عملوش اي اوراق تركز؟ استاذ مجدي، سياده المستشار قال لحضرتك ان القانون اللي بيطبق هو قانون الاحوال الشخصيه الحالي، هو للذكر مثل حظ الانثيين وما فيش اي تعديل اخر لحتى الان. لحد الان ما فيش. لا، احنا سمعنا انه في قانون للاقباط. لا لسه يا فندم، لسه ما في اي استفسار. لما يصدر هيتم نشره وهيعمم ان شاء الله. في اي استفسار تاني يا فندم؟ تمام، متشكر. شكرا استاذ مجدي. معنا الاستاذه ليلى. الو، اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ناشئ. مساء الخير يا فندم. سياده المستشار. مساء الخير يا فندم. هو حضرتك احنا بنملك جراج والجراج دوت متأجر لمستأجر بعقد إيجار، وحصل مشكلة بين واحد من اللي هما بيركنوا عربياتهم في الجراج مع المستأجر، فهو عايز يقضيه فمش عارف عنوانه ولا اسمه ولا عنده العقد، فبعت لنا انذار على يد محضر على اساس ان احنا نديله اسم المستأجر والعقد والعنوان بتاعه. فالمستأجر بيقول لنا لو اديتوله العقد ده حاجة خاصة بيني ما بينكم ومش مفروض ان انتوا علاقة خاصة بينا تدوها له، وفي نفس الوقت هو اللي هو اللي كان بيركن ده بيقول ان انتوا زي ما اديتونيش الاسم يبقى انتم الصحاب يعني الجراج وما فيش مستأجر ولا حاجة، ولو حصل حاجة لأي عربية فانا هتدهمكم انتم بإتلافها. فهل احنا لو ادينا العقد ده اللي هو بيركن في الجراج عربيته يقدر المستأجر يقضيني فعلا وابقى انا اخطأت في حاجة، ولا ما دام جاي لي انذار على يد محضر بان انا اقول اسم المستأجر وعنوانه والعقد؟ طب هو حضرتك يعني المستأجر ده مأجر الجراج بالكامل؟ المستأجر مأجر الجراج بالكامل اللي هو على كامل مساحة ال ايوه على كامل مساحة الجراج حضرتك. طيب احنا هندي لحضرتك بعض النصائح وهندي حضرتك برضه نقط مهمة جدا فايتة حضرتك يعني. شكرا مدام ليلى. اتفضل يا فندم. دلوقتي المشكلة بتاعت مدام ليلى دي خاصة بحاجة اسمها مكان إيواء السيارات. دوت في قانون البناء. في قانون البناء بيلزم كل ملاك العمارات ان يكون هناك مكان لايواء السيارات 15 متر كل وحده سكنيه. تمام. وبيحظر اولا تغيير النشاط الخاص بهذا المكان، وفي نفس الوقت ده بيعد لخدمه سكان العماره. اول حاجه بننصحها ان هي ما تعملش عقد ايجار للجراج، ممنوع منعا باتا، لان الجراج يعني تصرفها ده خطا قانوني. تصرف بس ليه علاج، ليه علاج هيديها نفس النتيجه بس باسلوب ما فيهوش مخالفه قانونيه. احنا حبينا دايما نتكلم عن الطرق العمليه صحيح، واللي ما تسيبش اي اثار للمواطن ولا مساله قانونيه صحيح، وفي نفس الوقت ما تضرش الايه الطرف اللي هو مالك للوحدات. طب ننصح مدام ليلى بايه؟ ننصح انها تعمل عقد اداره حضرتك. عقد اداره. عقد اداره هيديها نفس النتيجه. تمام. وهو ملزم بان هو يديها ناتج الاداره كل شهر اللي هو بيتوازى مع القيمه الايجاريه، ولكنه عقد اداره. لكن ما تخليش الفاظ الاجاره او ما يسمى عقد ايجار خاص بالجراج، لان دوت هيوقعها تحت طائله. تمام. فبننصحها انها طبعا ما تصلحش العقد ده وهو ما يقدرش يرجع عليها بشيء، بس هي تغير العقد ما بينها وما بين المستاجر الى عقد اداره، وبعد كده حتى لو الشخص اللي هو مالك لوحده وصلوا هذا العقد فلن يديرها في شيء. طب دلوقتي مالك السياره بيطالب بالعنوان، هل في ضرر عليها لو اديت له اعلان؟ لا، هو ما فيش اي ضرر ويرجع كما يشاء. هو لو رجع عليها هتقدم عقد الاداره في الجهه اللي هو هيرفع قدامها القضيه، وعلشان يرفع قضيه بس هي مش معاها عقد اداره، معاها عقد ايجار. هتغير بقى، احنا نصحناها هتغير الاول. تغير الاول، ما احنا نصحناها تغير عقدها مع المستأجر للجراج وتخليه عقد اداره، وبعدين هو لو رفع قضيه تقدم عقد الاداره فما فيش عليها مسؤوليه. وهننصحها نصيحه ثانيه انها تبقى تعمل محضر
لما تيجي تعمل عقد الإدارة تعمل له إثبات تاريخ في الشهر العقاري أو تعمل له محضر في اسم الشرطة عشان تبقى في منقى عن أي إيه عن أي مشاكل بتحصل أو أي تلفيات أو أي سرقات للسيارات ما يرجعوش عليها بحاجة. تمام. يبقى إذا المستأجر الجراج دوت على علم بالخطأ اللي ارتكبته مدام ليلى إنها ادت له عقد إيجار. ممكن ما يكونش عنده علم بيه لان هما بيتصرفوا يعني بدون ما يرجعوا للمستشارين قانونيين. لكن المفترض انها تخليه عقد اداره. مفترض تخليه عقد اداره. تمام. معنا تليفون تاني يا فندم. الاستاذ بلال. مساء الخير استاذ بلال. الو مساء الخير يا فندم. اتفضل. ده حضرتك عامل ايه؟ ممكن اكلم الست المستشار؟ معاك يا فندم الست المستشار. حضرتك انا من 5 سنين دخلت ساهم مع واحد في شركه عشان يعمل برج سكن وتجاري. تمام. حضرتك ملك الارض؟ نعم. حضرتك ملك الارض؟ لا انا دخلت سهم معاه. سهم واحد. تساهمت مع المقاول المشارك. واحد كده مقاول هيعمل برج سكني وانا دخلت معاه سهم من 5 سنين. عملت دخلت بالسهم بعقد ولا بايصال؟ بعقد. تمام. عقد تخصيص. طيب اتفضل يا فندم. الكلام ده من 5 سنين حضرتك. هو المفروض العقد المفروض 3 سنين يبدا في الانشاء. لغايه دلوقتي ما عملش اي حاجه. عندك شرط جزائي حضرتك؟ عندك شرط جزائي؟ في شرط جزائي. طب تمام. تمام. حضرتك عايز فلوسك. حضرتك عايز فلوسك ولا عايز بقى مقابل السهم في المنشاه؟ انا صدقني كلمت دكتور عشان اخد فلوسه وترد فلوسي. هو بيماطل في الموضوع ده ومش عايز يرجع الفلوس. طب تمام. طيب انا دلوقتي ينفع ارفع قضيه عليه ولا مش ينفع ارفع قضيه عليه؟ حضرتك في العقد بتاعك عامل شرط فاسخ ولا مش عامل؟ شرط ايه حضرتك؟ شرط فسخ للعقد في حاله عدم التسليم في الميعاد. هو الشرط الجزائي ان بعد 3 سنين استرد فلوسي مع الشرط الجزائي والحاجات الحاجات زي كده. طب خلاص هنرد على حضرتك. شكرا يا استاذ بلال. اتفضل يا فندم. طبعا هو احنا في بعض الامور اللي هي الخاصه بالبناء احيانا المالك بيخش مع شخص يسمى بالارض. ده بالارض وده بالبناء. لكن استاذ بلال داخل بسهم. داخل بسهم مع الشخص اللي هو المقاول اللي داخل المشارك. لان ساعات ما بيبقاش عنده ماليه كافيه يقوم بالبناء فبيجيب ناس من الباطن مش ظاهرين للملك الاصل للارض وبيخشوا من الباطن باسهم. تمام. علشان يقدر يجيب ايه ماليه. ساعات بيبقى جايب ناس طيبه زي الاستاذ بلال وياخد منهم اسهم على اساس ان هو يسلمهم وما يبقاش عنده برده القيمه الايه اللي هي تخليه يقدر يقوم بالعماره. تمام. فبالتالي احنا هننصحه ان هو يعمل له انذار بالتسليم ماشي وانه انتهى. ايه شكل الانذار يا فندم؟ في ناس ما تعرفش ايه شكل الانذار ده. شكل الانذار سعادتك يعني مثلا هل في الاسم ولا جواب مسجل ولا لا؟ ما بننصحش بجواب المسجل لان دوت بيبقى في ظرف وما بيبقاش مبين اللي جواه مضمونه ايه. فاحنا بنفضل يكون انذار على يد محضر والمحضر دوت مكانه في المحكمه. فبيحط كل التفاصيل في المحكمه الكائن في دائرتها محل اقامه مقاوي او محل العقار نفسه او الارض عشان هو طبعا دوت مكان لسه ما انشئش حضرتك يا استاذ نشأت. فاحنا عشان ما نصعبش عليه المأمورية احنا هنخليها مكان اقامته. تمام. ليه؟ لما كان الثابت اللي هو متواجد استاذ بلال في مكان اقامه المقاول. تمام. بتطلب فسخ العقد الخاص بالسهم وبالسداد المبالغ الخاصه بيك وبالاضافه للشرط الجزائي وغرامه تاخيريه علشان خاطر يبقى عنده التزام في ان هو لو ما سددش في الميعاد يبقى في عداد بيعد المستحقات الاستاذ بلال. تمام. معنا تليفون تاني برضو. الاستاذ سعد. ايوه فندم. اتفضل يا فندم. الو اتفضل استاذ سعد. مساء الخير. لا يا فندم انا عندي سنور يا فندم. انا في مستاجر ساكن عندي في البيت. تمام. وساب المكانه دي يجي 4 سنين بره. ايوه فندم. وساكن عندي بدون وصل نور وبدون عقد ايجار. مش عارف افتح المكان بتاع الشقه مغلقه. يعني مش بيدفع ايجار يا فندم؟ ومعرفش. لا ما بيدفعش ايجار. ولا في المحكمه يا فندم؟ ولا ومعهوش عقد ايجار. انا هو ساكن عندي كده بدون عقد ايجار. طب عارف له مكان؟ عارف له مكان؟ ما قاليش مكانه فين؟ ما اعرفش مكانه فين؟ هذه 4 سنين متغيب ما اعرفش عنه حاجه بس المكان مقفول انا محتاج لحضرتك. طب احنا هنرد عليك. شكرا استاذ سعد. حضرتك في غلطه كبيره ارتكبها الاستاذ اسامه. في ناس بتبقى زي الاستاذ اسامه بتفتكر انها عشان ما عملتش عقد للشخص اللي هو مقيم في الشقه فهو كده مامن نفسه وما فيش اي ضرر عليه وممكن ياخده في اي وقت ايه يطرده. ده اسلوب غير صحيح وغير سليم.
ومخلي فيه عقبه دلوقتي للمستشار اللي هيشتغله او المحامي اللي هيشتغله. ان انا النهارده العقد يا استاذ نشأت بيحكم لي تمام القيمه الايجاريه كام، بيحكم لي مده العقد ايه، بيحكم لي العقد يعني ضمانه للمالك قبل ما يكون المستاجر برضه جدا. يعني لو ضاع العقد الايجار من المستاجر لها 100 حل، لكن لو ضاع من المؤجر فيها مشكله كبيره، ولو ما كانش في حد خالص فيها مشكله كبيره. بس احنا هنجيب له الحل العملي برضه. هو ايه يا فندم؟ اللي هو بقى ايه، هيعمل له دعوه طرد للغصب تمام، لان التاني ما عندوش سند للايه للسند والقانون ادى الحق في حاله ان ان المستاجر دوت او الشخص اللي هو مغتصب موجود في العين، فاي دعاوى ايجاريه يمكن اعلانها على ذات العين محل الاجاره. يعني ما دورش على العنوان، هو اعلنه على ذات العين محل الاجاره. وفي الحاله ديت هو هياخد حكم طبعا طرد للغصب وهيجي ينفذه، بس هياخد تاشيره كسر من القاضي على اعتبار ان المكان مغلق. ده التاشيره بعد الحصول على حكم. بعد الحصول على حكم بيعدي ميعاد الاستئناف، بيجيب شهاده بعدم حصول استئناف، بياخد حاجه اسمها الصيغه التنفيذيه. بيجي بعد كده يعلن الصيغه التنفيذيه على نفس المكان. طبعا هو مش موجود علشان يرد باي شيء في هذه الدعوه. ويبدو ان هو استغنى عن الشقه دي، بس يبدو ان في ما بينهم ايه ضغائن يعني. لكن احنا مش هنخليه طبعا ايه الضغائن دي تطول. هو هيروح رافع الدعوه، وبعد ما يعدي ميعاد الاستئناف هيجيب شهاده وياخد صيغه تنفيذيه ويعلنها، وهيجيب تاشيره من القاضي بالكسر، وبعد كده ينفذ وياخد شقته. استاذ سعد، متهيألي الخطوات واضحه وصريحه، وابداها خطوه خطوه وهتحصل على الحكم باذن الله وتحصل على شقتك. سياده المستشار، اذا لنا نخرج لفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.